532 معاكم من سيد من قضية الاسمين. قبل ما احب ابدا النهارده اليونت اللي هبدا فيه، اكمل اليونت اللي انا هبدا فيه، احب بس اقول لكم ان انا عندي القناه بتاعتي على اليوتيوب قدامكم اهي. احب ان انتم تخشوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان اوصل لكم كل جديد. طبعا احنا عارفين ان احنا احنا خلصنا طبعا الفيرست تيرم، واكيد كلنا امتحنا والحمد لله كلنا نجحنا. انا بدات دلوقتي الحمد لله في التشابتر في النكست تيرم، في السكند تيرم ابتدينا اهو دلوقتي. خدنا الحصه اللي فاتت لو تفتكروا معايا، هفكركم احنا خدنا ايه. جيت اكسايتنج نيوز، حصول على اخبار مثيره. اتكلمنا هنا اهو لو تفتكروا معايا، هنا اتكلمنا عن فاميلي كانت عامله تريب للزو وللنايل. واتكلمنا المره اللي فاتت، عرفنا ايه تعريف كلمه جيوغرافي، وقلنا it is a study of land water and air around us، اللي هي دراسه الارض والماء والهواء حوالينا. وقلنا هنا land water air affect people and also affect people also people can affect this. وبرضه الانسان بيأثر فيها، يعني هو دلوقتي لما مثلا دي يعمل فاكتورز ويطلع منها سموك، طبعا هو مش كده بيلوث الميتنج اير. يس الميتنج اير لما مثلا ايه through the waste in water، ده هنا بيلوث بيعمل pollution in water. yes لما throwing the garbage in the tree this is polluting land polluting land. صح، يبقى هنا عندنا عايزين بس نعرف فكره ايه ال environment ال ان ال water ان الانسان affect water land and air، وبرضه water land and air affect ايه affect people. اتكلمنا عن الجيوغرافي وقلنا الهابيتاتس اللي موجوده عندنا، عندنا الديزرت، عندنا فار لاند، عندنا كوستل اللي هي البيئه الساحليه. اتكلمنا الكلام ده المره اللي فاتت وقلنا في ايه. طيب اتكلمنا طبعا عن الايجيبشن ماب. الايجيبشن ماب طبعا في ممكن هشرح لكم الايجيبشن ماب، ممكن نشرح شويه فيها النهارده تاني عشان ممكن تكون المره اللي فاتت انتوا ما فهمتوهاش قوي. هنا maps are important tools to learn more about land and water in Egypt. طبعا هنا بيقول لك التعريف هنا الماب، ان الماب مهمه جدا عشان نعرف الكثير عن الارض والميه. When we look at Egypt map, at the Egypt map اللي قدامنا دي, we will find the river Nile as a curvy, as a curve. اهو river Nile هو ماشي curvy not straight، يعني هو دلوقتي لو جه قال لك straight يبقى هتبقى الاجابه ايه؟ wrong. That goes all the way through Egypt. The River Nile flows from south to north, to north, to north, to north, to north, south to north. يعني إيه؟ يعني بيمشي من south جنوب north الشمال towards the sea. Lake Nasser is found in the bottom of the River Nile. بيقول لك بحيرة ناصر دي بتوجد في قاع الإيه؟ نهر النيل. إيه؟ تعالوا بقى نبص هنا مع بعض. Lake Nasser was formed when Aswan High Dam was created. بيقول لك بحيره ناصر دي تكونت امتى؟ لما بنوا اللي هو اسوان هاي دام السد العالي. دي ليجند 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 تيل اس وات ذا كلر اند سيمبل اوف ذا ماب مين. هي عارفينك انا ممكن اقول لك ليجند دي، او ممكن اقولها لك بقى بلغه ثانيه اللي هي الكي ماب اللي هي مفتاح الخريطه. اوكي دي تيلز اس ايه اباوت كلر and symbols on the map اللي هي الحاجات اللي هي ايه رموز الايه الخريطه. The purpose of Aswan High Dam is control the flow of the Nile. طبعا انتوا خدتوا جزء منها على فكره in the first term، لو تفتكروا برضه تتابعوا الفيديوهات هتلاقوا ان احنا خدنا حاجه زي كده برضه، ان هو ايه ان هو الهاي دام ده اتعمل عشان ايه control the flow of the Nile، ان هو يوقف الفيضان. There are different colors on the map. في الوان كتير على الخريطه. عندنا هنا هو اتكلم على وان كلر منهم اللي هو ايه البلو ريبريزنتس ووتر. طب الجرين ريبريزنتس ايه؟ جريد 2 ريبريزنتس اجريكلتشر او فارم لاند اللي هي ايه الارض الزراعيه. طب بصوا هنا بقى معايا في الاكسرسايز اللي قدامكم ده عشان نحل مع بعض. The river Nile is considered as a straight line that goes all the way through the Egypt. طبعا انتوا اكيد قريتوا معايا التكست وعرفتوا ان هو مش ستريت، هو ايه؟ كيرفي. يبقى الاجابه هنا هتبقى ايه؟ جريد 2 wrong. طيب the blue color on the map represents water. اهي قدامكم اهي، يبقى ايه هنحط هنا ايه؟ right. طب the legend of the map tells us
what the colors and symbols in the map mean. الانسر هنا هيبقى right. The blue color toward the bottom of the river Nile is the Mediterranean Sea. يعني اللي هو بيقول لك ان البلو كولر ده اللي هو البقاع بتاعنا از ميديتيريان سي. طبعا هو هنا هو ما كانش ميديتيريان، هي ميديتيريان سي ولا كان ايه؟ نشوف كده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ذا بلو كولر توورد ذا بوتوم اوف ذا ريفر نايل از ميديتيريان سي، اللي هو اللي هو حول الايه؟ البوتوم، حول ذا بوتوم. لا هنا هو مكتوب ايه؟ ذا بوتوم از ايه؟ ريفر ناين، نوت ايه؟ نوت ميديتيريان سي. هنا غلط، يبقى الاجابه هنا تبقى ايه؟ ريفر ناين، نوت ايه؟ ميديتيريان سي، اللي هي لا هنا ايه؟ لا لاك ناصر، سوري هنا لاك ناصر، يبقى هنا تبقى ايه؟ لاك ناصر، اللي هي لاك ناصر، يبقى هنا ذا بوتوم اوف ذا ريفر ناين، لا هنا مش هتبقى دي، هتبقى لاك ناصر اللي هي قدامنا دي، لاك ناصر. ذا بوتوم اوف ذا ايه؟ طب بص بقى هنا معايا بقى في الكلام ده اكتيفيتي 3. وعلى فكره برضه انا عايزه بس اقول لكم احنا بنستخدم الكتاب المعاصر برضه عشان تبقوا عارفين، عشان الاكسرسايز دي موجوده في الكتاب بتاع المعاصر، عشان تتابعوا معايا الحل والاسئله اللي انا بقولها لك. Read the following paragraph then answer the questions below. طبعا هنا مديني هنا الماب برضه قدامي اهي. في هنا عندي دي ايه؟ الكسندريا، كايرو، سويس، بورسعيد. دي البلايسز الموجوده هنا على الماب قدامي. The opposite map shows the different landforms in Egypt and how high they are above the sea level. وازاي ارتفاعها عن البحر. طب هنا عندنا بقى ال green color in the map represents a Nile Valley, وادي النيل and low lying areas والاماكن المنخفضه. The areas around water sources like the sea and the Nile. The sea and the Nile. البحر والنهر. Color, green color means low areas but it was also chosen ولكنها اختيرت because this is where crops or plants are growing in Egypt. ليه احنا هنا اخترنا طبعا الجرين كلر في الارض المنخفضه ليه؟ عشان هي الارض اللي بيتزرع فيها المحاصيل والبلانتس والنباتات اللي بتكبر في مصر. The Nile Delta is very famous region in Egypt. دلتا النيل من اشهر المناطق الموجوده في مصر. The Nile Delta is low lying where the River Nile meets the Mediterranean Sea. بيقول لك ان دلتا النيل دي بتقع في مساحه منخفضه من النيل اللي بيقابل طبعا ايه؟ اللي بيقابل ايه؟ البحر المتوسط. مساحه منخفضه من النيل اللي بيقابل البحر ايه؟ المتوسط. It's called Delta because it's shaped like a triangle. طبعا احنا عارفين ان هي كلمه دلتا دي كمان جايه من الجريك لاتر دلتا، اللي هي ان هو المثلث ده بنقول عليه احنا ايه دلتا، عشان كده قالوا عليه ايه؟ دلتا لايك تراينجل. طب ذا نايل دلتا از ريتش اجريكلتشر ريجن ان ايجيبت. دلتا النيل دي من اغنى المناطق الزراعيه في مصر. فيس كلر ريبريزنت شوزن فور ذا نايل بيلي اللي هو وادي النيل. احنا لسه قايلين ايه هو؟ افتكروا معايا بنحاول كده جاست ويز اتش اذر نفهم ايه؟ جرين، يبقى هنا عندي ايه؟ جرين، هنا النايل فالي اللي هو وادي النيل، يبقى هيبقى ايه؟ جرين كلر. ذا نايل دلتا ان ايجيبت هاز ايه؟ نايل دلتا احنا قلنا هو ايه؟ نايل دلتا ايه؟ هو جاي من اسم دلتا، افتكر دلتا افتكر التراينجل، يبقى ايه؟ هاز تراينجل شيب. دلتا اما تقول لي دلتا انا افتكر دلتا هنا، بس هنا دلتا لما ايه؟ لما نيجي نقول دلتا، لما تيجي تقول لي دلتا هنا هقول لك بقى ايه؟ لما تيجي تقول لي هنا دلتا يبقى افتكر الدلتا اللي هو التراينجل ده. دي اسمها دلتا. يبقى دي اسمها ايه؟ دلتا. دلتا دلتا. بنقول عليها بعد كده ايه؟ تراينجل. ده اسمه ايه؟ تراينجل. شيب اوف ايه؟ تراينجل. تراينجل. اوكي طيب خلاص تعالوا بقى نرجع تاني للرسم بتاعنا. بصوا هنا بقى معايا، هنا بنقول ايه بقى؟ بصوا هنا معايا في الكلام ده. طيب بيقول ذا نايل دلتا از ريتش اجريكلتشر ريجن ان ايجيبت. طبعا احنا قلنا ايه؟ رايت. ذا نايل دلتا از لو اريا وير ذا ريفر نايل ميتس ذا ريد سي، نوت ريد سي،
نقطة ايه؟ ميديتيريان سي، اهو نقطة سي اهي نقطة ايه؟ ميديتيريان سي اللي هو البحر الايه؟ المتوسط اللي هو ده. اوكي؟ بصوا هنا بقى معايا بقى في هنا طبعا مديني الماب هنا بيقول لي ايه كلر. طبعا انتوا قد كده اكيد احنا عرفنا بقى الريد ايه، عرفنا البلو ايه، وعرفنا الجرين ايه، فاحنا اكيد احنا ايه هنلون الكلام دوت هنا على الايه، على الماب. انت طبعا هم جايب لك هنا الماب، انت المفروض انت بقى خلاص عرفت الكلر انت تلون. اوكي إيه؟ طبعا انتوا ار كرييتيف ان كلر يعني عارف. يلو كلر اون ذا ماب ريبريزنت ايه اور ايه، اليلو كلر ده ريبريزنت ايه اور ايه. هو اليلو كلر احنا عندنا، احنا قلنا دلوقتي الجرين، انا هنقول بقى اليلو اللي هو ريبريزنت ايه. احنا قلنا جرين الاول ريبريزنت ايه، نايل فالي او الجرين لاندز الاراضي الزراعيه اللي هي دي. طيب البلو ريبريزنت ايه، سي الميه او ووتر. طب يلو اللي هو ريبريزنت ديزرت، يبقى عندنا اليلو ريبريزنت ديزرت اور ديزرت اور ماونتن. يلو اللي هو يلو اكتر الديزرت نوت ماونتن، هي يلو ديزرت. اوكي يبقى اليلو لون اليلو للايه، للديزرت. اوكي تعالوا بقى بص هنا معانا ليه لسه هناخد النهارده ليسون 2 بليننج اتري، يعني ايه التخطيط الرياضي. Read the following paragraph and answer the teacher below. Last week, Adam and Nadia and Nada and Noah's family went to the pyramids and the zoo. Their father finds that they are sitting on a table and looking at a big map of Egypt. Father said to them, why are you looking at Egypt's map? Adam said, we want to make a trip in the River Nile. Noah said, how should we get there? Adam said, we will put a plane for this big trip. What is your plane for this trip? Father asked. Adam said, we want to get a boat in the River Nile and catch fish. This is a great idea to enjoy the wonderful views while we are on the boat. Noah said, Father told them that it was a wonderful idea and asked them to bring their luggage for that trip, such as food, drinks, and fishing food. Again, I will repeat it again. Last week, Adam and Noah's family went to the pyramid and the zoo. ذهبوا للإيه؟ للبيراميد والزو. عيلة مين؟ آدم and Noah. Their father finds that they are sitting on the table and looking for a big map. هما دلوقتي sitting on the table and looking at a big map. ليه بقى؟ Father said to him, why are you looking at the Egypt map? هو بيقول لهم ليه انتوا بتبصوا على ال Egypt map؟ آدم said, we want to make a trip in the river Nile. عشان عايزين نعمل رحلة نيلية. Noah said, how should we get there? ازاي نعمل ده؟ Adam said, you will book a plane for this big trip. احنا لازم نعمل خطة للرحلة الرحلة دي. What is your plan for this trip? Father asked. Adam said, we want to get a boat to the River Nile and catch fish. This is a great idea to enjoy the wonderful view while we are on the boat. Noah said, Father told them that it was a wonderful idea and asked them to bring their luggage for their trip, such as food, drinks, and cooking food. What is the plane that Adam suggested? Adam suggested, قال لهم ايه؟ هم عايزين يروحوا رحله فين؟ نايل تريب، ريفر تريب. هنا مسميين ادم اقترح رحله ايه؟ تريب ان ذا نايل، ان ذا ريفر نايل، رحله نيليه، ريفر نايل. What did Noah say about Adam's plane؟ نوها قالت ايه على خطه ادم؟ نوها قالت له ايه؟ How should we get there؟ ازاي هنروح كده او ازاي هنعمل ده؟ What did father ask his children to bring with them for this trip؟ قال لهم انتوا تجيبوا ايه اللي انتوا تجيبوه في الرحله دي؟ جيب ايه؟ luggage يعني شنطه for this trip such bring the luggage for that trip such as food, drinks and fishing food اللي هي فيها طعام وفيها يعني مشروبات يعني وفيها ادوات الصيد.
طب بص انا معايا في الاكسرسايز بقى في الاكتيفيتي ده بوتس اوف ذا نايل. في هنا عندنا طعم ديني كاينز اوف شيب، في هنا ادي قدام دول كاينز اوف شيب، هنشوف بقى مين فيهم. طبعا هما كل حاجه ليها غلط، يعني كل شيب ليها حاجه. اوكي الشيب اللي قدامي دي اللي هي ايه يا جريد؟ دي ايه دي الشيب اللي قدامي دي ايه؟ اللي هي ايه؟ كارينج ايه؟ كارينج جودز، اللي هي ايه؟ بتحمل بضائع. اللي هنا اللي قدام دي ايه؟ انا شايفه فيه جودز عليه، ايه كارينج ايه؟ كارينج جودز. طيب المال اللي قدامي ده بيبقى دي ايه؟ الجود هنا تبقى ايه؟ فيشنج ايه؟ للصيد. بصوا معايا هنا، طب دي انا شايفه فيها بيبل، يبقى دي هتبقى دي فيها بيبل، يبقى دي هتبقى الشيب هنا تبقى ايه؟ بايه؟ توريزم، توريزم الرحله. يبقى هنا تقريبا نزلت كده ايه؟ بتبقى توريزم، يبقى هنا توريزم. طيب دي سبوت از فور ايه بقى؟ دي سبوت اوف ايه؟ كارينج، كارينج ايه؟ كارينج. يبقى انا عرفت دلوقتي هاو ماني كايندز اوف شيب؟ فور كايندز. This time, this chip is for goods, for fishing, for tourism, for carrying. Okay? ادينا احنا عرفنا ايه الكاند اوف ذا chip. طب هنا بيقول لك ايه في الاكتيفيتي ده؟ Look at the following picture and draw similar boat that like this. هتشوف انت البوت اللي قدامك دي هترسم ايه؟ مركب زيها. Okay? بص هنا بقى بيديني هنا بقى ايه؟ ده كده عايز يعني يشوفك ايه؟ هتعرف بقى مين هنا مين هنا البوت اللي فيها greatest number of goods، والثانيه اللي هيبقى فيها less number. Boat number space carries the greatest number of pieces of cargo. طبعا احنا المفروض نعدهم كده ونعرف انهي واحده. بصوا هنا معايا، هعد هنا معايا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 which one is the biggest boat home. هنا هنلقى عندي 4 دي نمبر 4 هنا here. Boat number can carry this cargo. انا طبعا من غير ما اعرف انا عرفت على طول هي انهي واحده اللي فيها اقل عدد. Number 3 اللي هي فيها اقل عدد. ليه؟ لان في 1 2 3 اقل عدد، يبقى هنا نكتب البوت نمبر 3. اوكي تعالوا بقى نتكلم مع بعض. The shape of the boat helps the shape of the boat helps to شكل شكل المركب helps it to float on the surface. يعني شكل البوت بيساعدها ان هي تطفو على السطح. يس اور نو؟ الاجابه هنا هتبقى right. Cargo is the items that boats, freight, airplanes carry from place to place. ان هو الاجابه ايه؟ ان هو كارد از ايتمز، الحموله دي اللي هي الايتمز ذات بوت تريكس اند ايروبلينز كاري. هنا هتبقى دي ايه؟ رايت. طب بس هنا بقول لك دي انا حاسس ان هي ايه؟ رونج. ليه بقى؟ ذا شيب اوف ذا بوت هيلز. لا، لان هنا حسب الويت بتاعها. ليه؟ لان هنا لما الشيب بتبقى محمله فيه ويت هي اللي تقدر تطفو على السطح. الاجابه هنا هتبقى ايه؟ رونج. مش الشكل يعني هنا بيقول لك شيء. لا مش الشكل. ليه بقى؟ لان انا هنا هو اتحسب ايه الويت بتاعها. يعني هنا مثلا هنا لما لقينا هنا ايه؟ هنا انا عرفت ان هي دي جريتست وان، عرفت ان دي لوست وان اللي هي محمله تحميلها ايه؟ تحميل اقل. يبقى هنا اللي هي الشيب اوف ذا بوت لا مش هي اللي بتساعد، الويت بتاعها او الحموله بتاعتها. اوكي؟ بصوا بس احنا هنحل الليسون ده اخر ليسون وخلاص، وهنبدا المره الجايه نكمل مع بعض ايه الليسون. Weather and our world. يقول هنا ايه؟ match each part of clothes with suitable season. طبعا احنا خدنا على فكره برضو حاجه شبيهه بالكلام ده قبل كده، مش فاكره خدتها معايا في جريد 1 ولا في جريد 2 مش فاكره، بس خدناها ان هو بيديك كده حاجات ممكن احنا بنلبسها في ان سمر، الكلوزز والفيكس اللي بنلبسها في السمر وفي الوينتر. طبعا عندي هنا جلاسز، الجلاسز دي معروفه ده بتتلبس في ايه؟ في السمر. طيب وايه تاني بلبسه في السمر؟ التي شيرت. يبقى انت عندك هنا السمر بنلبس فيه الجلاسز وبيلبس فيه التي شيرت. اوكي التي شيرت. هنا بقى عندنا في الوينتر بيلبس ايه؟ سبراي، بيلبس ايس كيب، سكيرت اللي هي الكوفيه، بوتس. في برضه في السمر احنا هنا عندنا شورتس، نسيت اقول لكم شورتس. يبقى احنا عندنا هنا ايه؟ جلاسز، عندي شورتس ان سمر، كل ده ان سمر، تي شيرت. طب الوينتر بقى عندي ايه؟ عندي
لا وكمان سليبرز، يبقى عندي هنا سليبرز، يبقى هنكون تاني في السمر بنلبس ايه؟ سليبرز، هلبس سليبرز شورتس تي شيرت، يبقى هاو ميني بتيجي ده تي شيرت شورتس سليبرز اند جلاسز. طب في الوينتر بنلبس ايه بقى؟ ايس كيت شورتس اند بوتس، بنلبس ايه؟ كوت سوكس جلافز. يبقى دول كلهم بقى فين؟ في الوينتر، يبقى جلافز في الوينتر، سوكس في الوينتر، كوت في الوينتر، بوتس في الوينتر، سكارف في الوينتر، ايس كيب ان. اوكي؟ باي ذيس ليسون اي ويل اند اور كلاس توداي. ثانكس ا لوت، انتل يو ميت اجين. جود باي.